مولانا فنعم المولى ونعم النصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنظير، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله سيد المتقين سيد العادلين سيد المخصفين نبينا نبي العربي والعجمي، بعث إلى الناس كافة من غير فرق بين الأحمر والأسود، بعث إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني من المسلمين، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وأطيعوه ورغبوه في جميع أموركم، فإنه أزيد لأمركم كله. اتقوا الله فإن التقوى من أنفع الذخائر، من أفضل لباس لباس التقوى. ألبسوا نفوسكم وحياتكم لباس خشية الله، ولباس التقوى ذلك خير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم، والله ذو الفضل العظيم. واشكروه سبحانه وتعالى، ولا تحبوا الدنيا فتكون من الخاسرين. من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. فآثروا ما يبقى على ما يفنى، بل تؤثرون الحياة الدنيا ولكن الآخرة دار القرار دار البقاء. إن الدنيا دار الفناء، وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا في الآخرة متاع. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتلا. من عمل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من اتقى الله، من خاف الله جل في علاه، وعد الله سبحانه أن يعطيه حياة طيبة. الحياة الطيبة حياة طمأنينة وسكينة ووقار، حياة الخير والبركات، حياة الحسنات من غير العصيان. إن الحياة الطيبة حياة فيه تعلق مع الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الجميل، يقول: اللهم إني أسألك حبا وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خوفك أخوف الأشياء عندنا، فلا تحبوا أحدا إلا الله. أحب الله عباد الله خالصة ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا واعملوا أعمال الصالحات مخلصين لله من غير شرك من تدبير.
أيها الأحبة في الله، اعدلوا اعدلوا ولا تظلموا أنفسكم ولا إلى غيره، لا تظلموا الناس أبدا، فإن الظلم ظلمات ظلمات يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تظلموا ولا تعينوا الظالم، انصروا الظالم أو المظلوم، من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم خرج من الإسلام، أعاذنا الله منه. أيها الأحبة في الله، اعملوا أعمال الصالحات للآخرة، استعدوا نفوسكم للآخرة، للفوز العظيم، للفوز المبين، كما قال سبحانه في كتابه: وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فاسعوا عباد الله وابذلوا حياتكم وجهودكم الجبابرة في حصول معرفة الله ومحبة الله، في حصول رضوانه، فرضوان من الله نعمة عظيمة، نعمة كبيرة. يقول الله تبارك وتعالى: ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. فتمسكوا عباد الله هذا الدين، واستقيموا على الإيمان وعلى الإسلام، فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فإن الإسلام دين شامل كامل لا يتجزأ جزء عن الجزء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. اللهم أنزل عليهم رجسك وعذابك، اللهم
اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن المنكرين، اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك، اللهم خذهم وخذها اخذ عزيز وقدره، اللهم اكفهم بما شئت، اللهم اكفهم بما شئت، اللهم اكفهم بما شئت، اللهم انا كفيناك المستهزئين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم وفتنهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وصل اللهم على النبي وعلى اله وصحبه اجمعين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.